عندكم شك ان ساعات طرف من الطرفين بيختلط مشكله ويجر شكل التاني؟ وتحديدا انتوا؟ ايه؟ لا لا لا، يعني مثلا اثنين يعني مثلا عارف انت اللي هو محدده اصلا يعني مثلا اثنين مخطوبين ماشي، تلاقي الولد موده مش حلو ويقول ايه انا زهقان، فيلاقي خطيبته في وشه، فهو يقوم دابب معاها خناقه وهي يا عيني ما عملتش حاجه اصلا. لا طبعا، فالمشكله بتيجي من هنا، يركبها الغلط، هي تفضل تدافع عن نفسها. في الاول بتبقى مش فاهمه ومش مستوعبه الموقف، ليه انا ما عملتش حاجه، تفضل تدافع تدافع تدافع. الحته اللي كان فاروق بيتكلم فيها لما بيبدا الموضوع يحتدم بقى والخناقه بتزيد وحد من الطرفين بيبقى مأفور جدا، الموضوع بيزيد فالخناقه بتكبر. يبقى مين اساسا اساس الخناقه من الاول؟ انت عارفه ايه مشكله الخناقه اصلا؟ هي تروح له ليه؟ ثانيه واحده، هي ليه بقى؟ لان هي ليه تروح له وهو متضايق؟ لا ده هو اللي راح لها. لا لا لا، حتى لو هو راح لها وهو متضايق، لا ده هو اللي راح لها برضه، حتى لو راح لها وهو متضايق يعني برضه ايه، هي ممكن تقول له هي ممكن هو مفروض هو يعني مفروض البنات هي اللي بتعمل كل حاجه، مفروض يعني تبقى فاهمه وداخله جوه دماغه ومستوعبه كل حاجه. مش كده بس، ممكن مثلا ايه، لا التايمنج مهم جدا يعني. التايمنج مهم جدا. وانتوا عندكم تايمنج؟ طبعا اهم حاجه التوقيت المناسب، انك ممكن تعرفي المشكله ايه، او ممكن دلوقتي هو عايز يقعد مع نفسه شويه او مش عايز يتكلم. طب وهي ما بتبقاش عايز تقعد مع نفسها، هو ما عندوش تايمنج يشوف هي متضايقه امتى؟ ما هو بص دي سبب خناقه، بص استفزتني اصلا الخناقه معاها دلوقتي. انا واني بتخانق عشان ادخل معاكم بجد والله، مش ينفع كده يا يوسف. جدا.